هناك أشخاص في الحارة مهمته الدافع عنا وتحميك. نحن حريصين ندافع عن الأشخاص الجيدين اللي من أمثالك. اللي بعتك لعنا داسوس ظلمك، ولما وافقت تجي ظلمت حالك كتير. إذا بتعرف رجال حارة الضبع وعم تلعب معهم هيك لعبة، معناتها عم تلعب بدماتك. العزم الجاه اللي ركضت وراهن بيكونوا بين ولاد بلدك، مو مع المحتل اللي اشتراك بالمصاري. مو انت اللي طبخت السم وانت اللي رح تاكله. يا بني آدم، ما تركت لنا أي طريق للصفح والعفو. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رح منكون أحسن منها، ما حنعذبها مثل ما عذبتني، عذبت أبو عصام، عذبت الشباب الشريفة والمعترة. ورب العزة لخليك عبرة لكل الناس ولكل مين بيفكر يتشبه فيك. لا! ما حدا يقوز قبل تنفيذ حكم الحارة. ارمي علي يمين الطلاق قدام الكل. انت طالع. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدى، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى. يا ناس بلد رجالة ونسوانة ايديهم بايد بعض، بضل راسها مرفوع للسما وما حدا بيطالع. أحرار فرسان ليحرروا الأبطال، وبعونه منصورين مجبورين، أحبابهم معلقين متماسكين إيد بإيد ليوم الدين. على أرضك يا شام يا أرض الياسمين.